بنشوف الآن المباراة الأخرى كانت بين التعاون والهلال، وانتصر فيها الهلال انتصار كبير على التعاون. ماذا قالت الجماهير بعد نهاية المباراة؟ الهزيمة، الفريق بعد التوقفات وبعد كذا، وفي إصابات، في ظروف يعني، وفي ظروف سابقة وتم معالجتها، ولكن مباراة بين فريقين كبيرين، خصوصا بعد برضه الهلال مش الفريق السهل يعني. سبب خسارة المدرب طلع على الرشاني، والمفروض يطلع الحاج بقاش، الحاج بقاش مصلح شيء، المفروض يطلع الحاج بقاش، وهذا سبب خسارة، فتح الملعب وجاء الثالث. يعني لو يعني مطبب هجوم يعني ما يعني طلع الحاج بقاش طبب ديقان راح يزين الفريق، بس هو طلع على رشاني وفتح الملعب، هذا خطا. ذا الحين تلعب محور واحد، الحين المفروض تلعب محور قدام الهلال، لعب محور واحد الانباء. اي ها قد اول مباراتي، بس عقب ما هزمت العب اثنين اربعة 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 اثنين اثنين اثنين، غلط افتح ملعب قدام الهلال كذا. ما في اسباب، بس في لاعب يعني ما ادري ايش دخل بالتشكيله، يعني كل الجماهير يتعانون منه، تكلمنا كثير عنه، لكن ما اللي هو ياسين حمزه يعني اظهر سبب بلنتي اعتقد، وعليه اخطاء دفاعيه كثيره اليوم، وغير الاداء عن مباريات اللي طافت. الحمد لله قدموا مستوى اليوم، اللهم لك الحمد على الفوز. أول شيء الحمد لله والشكر على الفوز. ثاني شيء في بعض التخبطات لا زالت موجودة في نادي الهلال، كمواريه لا زال قاعد يتخبط في النادي، لا زلنا نحتاج إلى مدير كرة، لا زلنا نحتاج إلى مدير كرة، رغم كل اللي قاعد يصير. لا نظام برودوم ما ينفع مع نادي الهلال. برودوم صح إنه نجح الموسم الفات مع الهلال مع الشباب إنه مدير كرة، ولكن برودوم له عقلية ثانية. كمواريه ما يصلح رجوع سامي الجابر أولا وأخيرا، إذا لم يتوفر رجوع سامي الجابر فعندنا اللي هو فيصل أبو ذنين، وفي عندنا اللي هو جسمه أكثر من لاعب يوفر. الحكم هذا يعني كل مباراة هنا نفس الحكام، الحكم ذا ولا ثاني اثنين بس، يعني القصيم ما بين الاثنين، كل القصيم ما بين الاثنين، غيروا يا أخي حكام يا أخي. لكن أداء الحكم اليوم يبدو ما أثر على نتيجة المباراة النهائية. لا أثر، بداية الشوط الأول أثر، إلين رجع الهلال الحماسة ولا أثر، ترى بداية الحكم المباراة الأولى أثر. ساعد بالرغم من فوز الهلال، لأن الجماهير أيضا مو عاجب هالوضع، في فعلا شيء في الهلال يقول إنه الوضع مش جيد برأيك؟ والله شوف ما زالت إسقاطات الخروج من كأس آسيا يعني مسيطرة حتى على أجواء الهلال بشكل كبير. الفريق يفوز ويقدم مستوى جيد، لكن ما زالت، لأنه الحقيقة كان الخروج مرير بالنسبة للهلالين، كانت أمالهم وطموحاتهم كبيرة، ودائما تطلعاتهم تفوق يعني البطولات المحلية، لأنه تعود أنه يشارك في البطولات المحلية بالإنجاز يعني. لكن بصفة عامة أنا أقول لك أنه يعني أي فريق يرى نفسه أنه قدم كل شيء في خلال مباراة واحدة، أنا أعتقد أنه قد يكون أن مباراة الهلال والتعاون كانت القوة الهجومية الهلالية حاضرة، لكن قد تكون الفريق ما زال يحتاج إلى أشياء كثيرة، يعني مثلا يحتاج إلى الثبات في في المباريات، ثبات العناصر. هذه يعني من وجهة نظر شخصية أنه الهلال ما زال غير مستقر، غير مستقر. طيب أسألك يا حسن أيضا بالنسبة باختصار إذا سمحت لي، في الهلال هل نقول للجماهير أنه لا حق أنها خايفة على الفريق، ولا أنت تشوف فنيا أنه الفريق يصير بشكل جيد، وش رأيك؟ والله بالعكس يعني شوف، رغم الخروج الآسيوي اللي هو كان بيسوي دروب كبير في الفرق اللي بتخرج من آسيا، لكن الهلال شايفينه محافظ على رتمه صراحة، يعني قريب من الصدارة، قريب من بيحقق نتائج طيبة. يعني الموسم هذا يمكن أكبر نتائج حققها نادي الهلال، فوزه 6-0 وفوزه نعم. على اسمه أعتقد على نجران 6، ونتائج كبيرة بيحققها زي ما قلنا، القوة الهجومية الموجودة في نادي الهلال بالإضافة إلى لاعبين الوسط اللي مميزين وعندهم الحاسية التهديفية كمان نعم. بالإضافة إلى ياسر الشهراني اللاعب ظهير وبرضه بيسجل، فالهلال صراحة في كمية كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة، بالإضافة إلى المدرب كومباري صراحة مدرب معروف في فرنسا، لكن زي ما قلنا أي مدرب يجي يحتاج الوقت حتى أنه يبدأ تظهر نتائج أو تظهر نتيجة عمله عموماً.